كتنعقد هذه الدورة 21 في الدار البيضاء تحت شعار تدعيم وتقوية قطاع مراكز النداء والاتصال من أجل المستهلك في المغرب، لأن هذا القطاع عرف نموا كبيرا فيما يخص ترحيل الخدمات للخارج، والآن جاء وقت إعطاء الأهمية للسوق المحلي وللمستهلك المغربي لكي ينقص من تنقلاته ويستعمل الهاتف لقضاء مصالحه مع مراكز نداء واتصال حرفية. هذا هو موضوع هذه الدورة 21. تقريبا 25 مشارك من 5 دول، من موريتانيا، من فرنسا، بلجيكا، كندا إلى آخره. هاد المشاركين يشملون كل قطاعات مراكز النداء بتخصصاتها، سواء الذين يبيعون الهواتف أو الحاسوب أو الكراسي إلى آخره. كل ما يهم مركز النداء موجود هنا، وكل من يحتاج العمل في مراكز النداء كذلك هنا شركات تقترح فرص العمل في جميع اللغات. الهدف الأول هو التعريف بالمغرب كوجهة لترحيل الخدمات. الهدف الثاني هو فتح المجال للشباب الذي يبحث عن فرص الشغل لكي يحصل على فرص في تجيب تطلعاته. والهدف الثالث هو إعطاء استراتيجية للسنوات القادمة لهذا القطاع.